صدق الله مولانا العظيم ولا رسوله المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين. بسم الله وبالله وبالصلاة على مولانا رسول الله، نفتتح الدورة الخامسة عشرة من موسم طريق الأمية الغازية، هذا الموسم الذي يرحب بكم جميعا في رحاب هذا الملتقى وهذا الرتعي وهذا الرياضي من رياض الجنة. قبل ذلك أدعو الجميع للوقوف لتحية العلم الوطني، فبسم الله.